في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ومن أجل المحافظة على النظام والسكينة والأمن العموميين بتاريخ 12/7/2023 في حدود منتصف النهار، بناء على معلومات مؤكدة مفادها محاولة تمرير شحنة من المهلوسات عبر طرق ولاية ولاد جلال، ليتم على إثرها وضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة على مستوى الطرق المحتمل المرور منها، أين تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية جلال من توقيف سيارة سياحية، وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم حجز 11975 كبسولة من الأغراض المهلوسة نوع بريغابالين 300 ميليغرام أجنبية الصنع بقيمة مالية قدرها 598 مليون و750 سنتيم، كانت مومها بأحكام داخل واقي الصدمات الأمامي للمركبة. على إثرها تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيها. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية جلال. وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية جلال تعمل على القضاء على جريمة بشتى أنواعها، وتضع تحت تصرف المواطن الرقم الأخضر 1055 والرابط الإلكتروني ppgn.mdm.dz وصفحة طريقي.dz. الدرك الوطني في خدمتكم.